يا إخوة قضية مهمة جدا، ما لازم يظهر في الإعلام الغربي إنه الشعب يعادينا وإنه الشعب أسقط رايتنا وداسها. انتبهوا، إذا رفعت راية حيكونوا في ناس بس محطوطين حتى يسحبوا الراية ويدعسوها. يطلع بالإعلام الغربي إنهم داسوا راية الهيئة، هذه قضية كبيرة يا إخوة، معناته المعركة حتكون علينا مستقبلا، وحيقولوا إنه الشعب جاهز الآن يعلن المعركة في المظاهرات، لأن المظاهرات إيش؟ شعب، عوام. إذا الشعب والعوام سحب رايتنا أمام الإعلام وداسه، معناته المعركة جاهزة علينا الآن. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله الكريم. كلام مهم جدا، نسكن مع المسؤولين عن المظاهرة وكلهم احنا معكم واخوانكم، وايش محتاجين احنا نمشي معكم ولحمايتكم. الكلام ببلاش يا اخوان، ليش ما نقول كلمة الخير؟ هم حيقولوا لكم جزاكم الله خير، مش محتاجين شيء. قولوا لهم طيب احنا بنمشي معكم واحنا من هالمسلمين ونطالب اسقاط النظام.